شريكي توني فوركيس وانا قلت لهم احنا نبني جيل المستقبل من الجامعه التكنولوجيه. احنا الجامعه التكنولوجيه مثل ما تشوفون هذا المحفل لهذا اليوم يضم اكثر من 10 شركاء بارتنرز. قدمنا ان شاء الله خطوه غير مسبوقه للجامعات العراقيه باذن الله. هذه الخطوات تليها خطوات اخرى اكثر. يسعدني انه اشوف شباب واعد، شباب ان شاء الله نزرع فيهم الامل انه يكونوا قاده للمستقبل. مع شركائي انا اقدر، مع شركائي انا ان شاء الله اقدم المزيد والمزيد. انا اشكركم شكرا جزيلا واشكر شركائي واصدقائي قبل ما يكونوا شركائي، اشكرهم الشكر الجزيل. واشكر شكر كبير الى ابناء الجامعه التكنولوجيه اللي هم في الحقيقه فخرنا واعتزازنا. واساسا احنا كجامعه اذا نعتبر نفسنا كمصنع للانتاج، اني منتجي طلبتي تسويقي ليهم وهو حيصير سفيري. مثل ما اني اصلا خريج هذه الجامعه بكالوريوس ماجستير، الدكتوراه خلصتها بالخارج، رجعت انه انا اخدم جامعتي، لان جامعتي هويتي، تقوى هويتي يقوى اسمي. انا اشكرهم من كل قلبي واتعامل معاهم كانهم هم زملائي، وليس انه انا دكتور وهم بكالوريوس. وهم كان حتى تخرجهم يوم امس، يعني اول امس، بس انا اتعامل معهم انهم كانهم اصدقاء لي. بهذه الروح ان شاء الله توجه جديد لجامعتنا باذن الله نتقدم للامام. واني اشكركم الشكر الجزيل وممتن لحضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور امجد. وهسه ويا مشروع اخير من طلبه منحه الدي ان اي اللي هو تطبيق لوير ويا سيف نعمه وديار حسين. السلام عليكم. احنا في تطبيق لوير على الدي ان اي.